عبر الهاتف من القاهرة ينضم لنا الدكتور إبراهيم الغزاوي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان. دكتور إبراهيم مساء الخير، أهلا بك معنا. ملف الاتجار بالبشر في ليبيا طبعا على طاولة مجلس الأمن، مندوبو عدد من الدول طالبوا باتخاذ إجراءات قوية، طلبوا أيضا بفرض عقوبات قانونيا. دكتور، كيف سيؤخذ هذا الملف؟ هل يمكن أن يتم فرض عقوبات مثلا فردية بحق مهربي البشر؟ ابتداء هي يعني جريمة من الجرائم المؤلمة جدا التي يعني يندى لها الجبين خجلا اليوم أن يحدث هذا الأمر ونحن في 2017 يتم بهذا الشكل الذي رأيناه على الفيديو الذي تم طرحه منذ فترة بسيطة. وهو في الحقيقة يعني الفيديو يعني كاشف وليس منشئ، لأنه من المعروف أن الدول التي تمر بمرحلة انتقال واهتزاز في مستويات السيطرة على الأمن فيها بيحدث فيها الجرائم بسموها الجرائم العظمى أو الميجر كرايمز اللي منها الاستجارة البشر. طبعا عندما ينظر إلى يعني ليبيا باعتبارها جزء من الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، فكل دول الشمال الأفريقي ابتداء من مصر وانتهاء بالمغرب تعتبر من المعابر الحدودية التي تأخذ من دول أفريقيا في الوسط ويعبروا من خلال هذه الدول إلى من خلال البحر المتوسط إلى الجنوب الأوروبي ألمانيا أو إيطاليا أو أسبانيا بالقطع. والوضع في ليبيا اليوم وفقا للواقع الأمني والواقع التواجد طيب. هناك قدر كبير من عدم السيطرة. طيب موضوع يعني أخذ الملف بشكل قانوني خاصة مع المطالبات دكتور لسفراء الدول في مجلس الأمن بتشديد العقوبات، يعني قانونيا هل يمكن فرض عقوبات على أفراد يعني بهذا الشكل الجهات التي يتم إدانتها؟ الدولية طبعا هناك إمكانية بالقطع لفرض العقوبات على الأفراد اللي هم العصابات التي تقوم على مثل هذه الأفعال الشائنة، لكن يعني هذه احد الوسائل التي يمكن بها المجلس الامن للامم المتحده ان تتدخل لخدمه هذه القضيه اذا كانت بالفعل يعني في الفتره القادمه سوف تولي هذا الامر اهتماما جادا. هناك العقوبات وتتم احاله الافراد الى المحكمه الجنائيه الدوليه، ولكن يظل السؤال الاهم هم مين الافراد دول؟ لانه يعني عندما نصل الى تحديد الاسماء المساله تاخذ وقتا طويلا، ولا بد ان نعرف انه لم تحدث اي تحقيقات ولم توجه خطاب اتهام الى جماعات او اشخاص بعينهم، المساله ما زالت من بدايتها من ناحيه المعلومات الجنائيه. اذا سيظل طرح الملف على المحكمه الجنائيه الدوليه مفتوحا دون اتهامات محدده، لكن هناك نعم دكتور يمكن للدول ان تقوم بها. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا الدكتور إبراهيم الغزاوي أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا لك.